اليوم 9 مارس 2020 يوم الشهيد، ونحن في بانوراما 6 أكتوبر ووسط الأسلحة التي استخدمت في حرب ونصر أكتوبر 73، مدرعة لنقل الجنود كما نشاهد. هذه منظومة صاروخية، المدفع هون، صواريخنا المصرية التي عملت أكبر حائط صواريخ لصد طائرات العدو على بعد 20 كيلومتر من القناة. الدبابات والمدفعية التي شاركت في حرب أكتوبر 73. الطائرة الفانتوم، الطائرة السوخوي، وطائرة ميج 21. يبقى ميج 21 التي شاركت بنجاح في حرب أكتوبر، الطائرة سوخوي، منظومة الصاروخية، المدفع هون، مدرعة نقل الجنود، إذن بكل فخر نقف وسط أسلحتنا التي استخدمها الجيش المصري المصنف حاليا 9 جيوش العالم. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنار عالية تشع بضياءها على العالمين.